بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحضور الكرام، طبتم أطاب مسعاكم. تحية من القلب يطيب شذاها مسكا وريحانا، ودمتم في القلوب للمحبة والتقدير عنوانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، هذا يوم أغر ليس ككل الأيام في مسيرة مدرستنا الغالية. هو يوم فريد، في صبيحته نطوي سجلا حافلا بالإنجازات، وفي مسائه يولد أمل جديد بمستقبل زاهر. اليوم نقف معكم في محطة النجاح لكي نحصد سويا ما جمعته أيديكم على مدى أكثر من عقد من الزمان، ولكي نحتفل بتخريج الفوج 38 من طلاب وطالبات مدرستنا العزيزة، ونطبع على جبين التفوق علامة فارقة تنير الدرب لكل مجتهد يسعى إلى المجد والفلاح. الآن نترككم مع فيديو تم إعداده للاحتفاء بالخريجين والخريجات. Oh,
نتجمع ونخلي صوتنا يملى هالدنيا حب ونتكاتف نرفع وتفرق ونتعاون نصنع ونحقق وما نستسلم نتحدى ونتجاوز كل شدة ونغني بمودة Look who we are Look who we are the dreamers We make it happen Cause we believe it Look who we are We are the dreamers مما لا شك فيه أن من كل أمن من حق كل زارع أن يتباهى بزرعه ومن حق كل حاصد أن يتفاخر بثمرة حصاده وليس هناك أدعى للتباهي وأجدر بالفخر من بناتنا الخريجات نجماتنا الساطعة التي تتلألأ دوما في سماء قلوبنا والآن حيوا معنا موكب الخريجات يصاحبه موكب الراية لطلاب الصف الحادي عشر
والآن أرجو من السادة الحضور الوقوف للنشيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. والآن مع القسم لدولة الإمارات العربية المتحدة والطالبة سارة الزرعوني من الصف الثاني عشر. أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً، أن أكون مخلصاً لدولة الإمارات العربية المتحدة، لدولة الإمارات العربية المتحدة ولرئيسها، ولرئيسها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مطيعاً لجميع الأوامر، مطيعاً لجميع الأوامر التي تصدر إلي من رؤسائي، التي تصدر إلي من رؤسائي منفذاً لها، منفذاً لها في البر والبحر والجو، في البر والبحر والجو داخل البلاد وخارجها، داخل البلاد وخارجها في كل الظروف والأوقات، في كل الظروف والأوقات وأن أضع نفسي ومواهبي، وأن أضع نفسي في خدمة البلاد، حاميًا علمها واستقلالها وسلامة أراضيها، معادياً من يعاديها، مسالماً من يسالمها، والله على ما أقول شهيد. نشكر الطالبة سارة. الآن مع خير ما نبدأ به حفلنا هذا آيات عطرة من الذكر الحكيم تتلوها على مسامعنا الطالبة ماسة السيروان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته
لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. والآن مع نشيد مدرستنا، مدرسة دبي الدولية الخاصة. مدرسة دبي الدولية، يحققه العمل في سبيل النهضة الفكرية. مدرسة دبي الدولية، مدرسة دبي الدولية، منارة نهضة علمية، تضيء لها أجيال تجمعها روح الوطن. والآن مع فقرة الدعاء، طالبة لجين موفق من الصف الثاني عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بفضله يتم النجاح وتتحقق الأماني، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إليك يرفع القلب بكلمة التوكل، واليد بكلمة الدعاء. فنحن هنا اليوم نرفع أيدينا وقلوبنا إليك. اللهم أدعوك لنفسي ولزملاء الخريجين ولمعلمين الكرام ولأهلنا الكرام ولإدارة هذه المدرسة العظيمة، فارزقنا التوفيق والنجاح، واجعلنا سببا في الخير والنفع للأمة والوطن. اللهم اجعلنا من الذين يعملون لرضاك ولخدمة البشر، وألهمنا الإخلاص والعمل الصالح،
وارزقنا حسن الخلق والتقوى. اللهم اجعل هذا الحفل فرحة وسرورا للأهل وللأصدقاء وللمعلمين. اللهم ارزقنا البركة والتوفيق، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، وألهمنا الشكر والرضا، واجعلنا من الذين يعملون لآخرتهم ويتركون أثرا طيبا في هذه الدنيا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيها الحفل الكريم، نرحب بكم مرة أخرى في حفلنا الذي شرفتموه بحضوركم لتشهدوا معنا هذا الحدث الهام في حياتنا وفي حياة بناتنا. نتطلع من شرفاته إلى مستقبل نأمل أن يكون مفعما بالمزيد من الانطلاق والنجاح والتقدم. ويسعدني باسمكم أن أتقدم إلى طالبات الثاني عشر بأحر التهاني على تفوقهن وتخرجهن، فالآن تملأهم الثقة بأنهم سيبقون عند حسن الظن بهم في تحقيق الآمال المنعقدة عليهن لبناء حياة كريمة وخدمة وطن طموح يتلهف إلى حصاد أروع الإنجازات، ومجتمع ينتظر منهن التطوير والنماء. ويسعدني أن أقدم لكم كلمة مديرة المدرسة الدكتورة حليمة قاروط، فلتتفضل لتلقي كلمتها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرة سعادة دكتور جمعة خلفان بالهول رئيس مجلس إدارة مدارس دبي الدولية الخاصة، حضرة أولياء الأمور الكرام وخريجاتنا الأعزاء، زملائي وزملائي الأحباء، نحن في هذه الحياة أعمارنا وأقدارنا مكتوبة، وأعمالنا دائما بحسب الهمة. فمن الناس من يعمل بهمة توازي أمة، فيبني ويعلم وينمي وينشئ جيلا تلو جيل، وهذا حال المعلمين والتربويين. فالحياة كالمركب، ربما يمنحك الله مركب الحياة، لا يشترط أن يعرفك الناس، العبرة أن تؤدي دورك بمنتهى الجمال والإتقان والإحسان الذي أراده الله. جعل الله سبحانه وتعالى بالحياة أطوارا، فمن الناس من دوره في الحياة أن يداوي الأجساد كالطبيب، ومن الناس من دوره في الحياة أن يستر الأجساد كالخياط وصانع الملابس، ومن الناس من دوره في الحياة أن يعلم وينور العقول. فكل إنسان يؤدي دوره، دوره الذي يختاره، دوره الذي يقومه هو باختياره. فيا أختي الخريجة، اسمعيني جيدا وأعطني عقلك. حري بك أن تقفي على مرآة حياتك وأن تجدي نفسك وأن تسألي نفسك، أين دوري في الحياة؟ يقول تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، سورة إبراهيم، ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، سورة الملك، ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم، سورة الأنعام. حين خلق الله الدنيا وضع لكل إنسان عددا من الابتلاءات والاختبارات لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، وأوضحها لنا من خلال الحياة. في الواقع يا أختي الخريجة، إن الله يجتبيك بحسب عزيمتك وهمتك،
ويمطر عليك البلاء بحسب قوتك وإصرارك. فكلما عظمت همتك عند الله كلما عظم البلاء والابتلاء والاختبار. وربما ألقى الله عليك تبعات الطريق من أشواك وحجارة وعراقيل متعددة ومختلفة، فتتعثرين وتنزلقين وتسقطين، ولكن تقومين، ثم تتكرر عليك التبعات، ثم تسقطين مرة أخرى، ثم تقومين. اعلمي يا أختي الخريجة أن الله لا يبتلي أصحاب النفوس الضعيفة، إذ يكفيهم هوان على هوان ضعفهم ويكفيهم ضعف على ضعف. فهل يختبر الضعفاء وهم ضعفاء؟ هل تشترى الحجارة وهي ملقاة على عثرات الطريق؟ هل تقاس الرمال بالذهب؟ كلا. لهذا فإن الله يختبر أصحاب الهمة. عظمت همتك؟ عظم البلاء وانتظر الابتلاء. عظم عقلك؟ عظم البلاء والابتلاء. أما أن تجلسي في زاويتك تتقوقعين على نفسك وتضعين قدما على قدم وتضعين يدك اليمنى أسفل خدك وتقولي الله سيبتليني وسيعطيني، فاعلمي أن الله سيعتبرك من أصحاب النفوس الضعيفة، ولكنه الكريم الجبار سيرزقك ويطعمك ويلبسك، فهذا قدرك وقدرك. أما أصحاب الأفكار العظيمة، أما أصحاب الهمم الجليلة، فأولئك لهن نصيب مختلف من الله الذي جعل القمة تتسع لشخص واحد، فسيريك الله هنا العثرات والانزلاقات والسقوط، إذ لا يستحق أن يجلس على القمة إلا صاحب الهمة. فتذكرنا يا أخواتي الخريجات، يجب أن تضعن هدفا واضحا ومحددا وتعشن من أجله، وهو استصواب الفوز والنجاح في الامتحانات للحصول على النعيم والسعادة. نصيحتي لكنا، سرنا وراء الطموح، قللنا من الأقوال وأكثرنا من الأفعال، اجعلنا تركيزكن على إنجازاتكن وكيف يجب أن تكون إنجازاتكن عظيمة. لا تكتفين بالجزء من الحلم والإنجاز، ثابري لتحقق هدفك كاملاً بكل شجاعة وفخر. فأيها السادة الكرام، يا أخواتي الخريجات، اعلمي وتيقني أنه إذا عظم عليك البلاء فأنت عند الله عظيمة، وإذا رأيت السماء تمطر عليك الابتلاء فأنت عند الله عزيزة. إذا رأيت بلاء تلو بلاء تلو بلاء، لا تكادين تخرجين من ابتلاء حتى يدخل الآخر، تبتلين هنا وهناك، فاعلمي أن الله يرى في نفسك عظمة، ويريد الله أن تكون هذه العظمة ليست فقط عزيمة من الداخل، بل يريدها نارا، يريدها بركانا، يريدها تتوقد وتشتعل حتى تثبتي أنت للعالم وللعالمين أنني كفوء بإذن الله ولا أسقط، لا أسقط في أي اختبار وضعني الله فيه. ففي الحياة الدنيا قوتك لا تكون بعملك فقط، بل بصمودك أي أمام تيارات الحياة التي تواجهك. فأحيانا من نجاحك أن لا تستسلمي للصعوبات، فمن يستسلم لكل ما يقاومه توقف. السيارة لو غلبتها قوة الاحتكاك والجاذبية لتوقفت، لذا فمحركها أقوى من قوة الاحتكاك والجاذبية. السفينة لو غلبها موج البحر وغلب محركها لتوقفت. الطائرة لو غلبتها قوة الجاذبية ومقاومة الريح لسقطت. لهذا ليس البلاء مهانة بل هو عظمة. لا بد أن تجعلي من نفسك لنفسك وقودا، لا بد أن تجعلي من نفسك لذاتك محركة. فكوني عزيزة، كوني قوية، كوني ناجحة، كوني متميزة، كوني مقدامة، كوني عازمة، كوني فائزة، وكوني عظيمة، فلا يرى في عين العظيم إلا العظيم. واعلمي أن البلاء على قدر عظمتك أمام رب العباد،
وتذكري لا يستحق أن يجلس على القمة إلا صاحب الهمة. نحن الآن في العشر الأوائل حيث الدعاء مستحب ومستجاب. ارفعوا أيديكم معي إلى الله بنية الاستجابة وأمنوا معي، يعني قولوا آمين. اللهم إنا نسألك في العشر الغالية شفاءك لمن مسه الضر، ورحمتك لمن ضمه القبر، وفرجك لمن ضاق به الصدر، وجودك وكرمك لمن رفع يديه يطلب العفو منك من كل إذن. اللهم يا فاتح كل مغلق افتح علينا من واسع عطاياك. اللهم آمين والحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا دكتورة حليمة. الآن نبقى مع كلمة لرواد المدرسة، وهم شخصيات ساهمت في تأسيس وتطوير مدرستنا دبي الدولية الخاصة، وهم السيد صلاح شرارة المدير العام لمدارس دبي الدولية الخاصة، السيد عصام الغصين المدير المالي لمدارس دبي الدولية الخاصة، السيدة سمر هلال أبو الحسن مدير قسم رياض الأطفال، السيد عبد السلام بيطار رئيس قسم شؤون الطلاب الأكاديمي، السيدة ندى منيمنة مسؤولة مناهج الروضة، السيد بسام رضوان مسؤول التعليم والتعلم والتقييم في مدرسة دبي الدولية الخاصة. Congratulations, class 38. This is a big day for you, and you are moving towards the biggest step in your life, college or university, which will be completely different from what you have been used to. So make your goals big and make your dreams come true. Never forget the people who love you, who support you, and want you to succeed. And I want to thank our school chairman, Dr. Juma Belhol, and the school board members, which I was honored to work for Dubai International School for 35 years. And I would like to thank Dr. Halima for giving me this chance to congratulate class 38. First, let me tell you that I am deeply honored and privileged to be here today to join you from Lebanon in your momentous celebration, your high school graduation. Class of 2023, congratulations. It's a moment you need to remember with joy as well as with pride. As all of you will know, it's a wonderful feeling when a dream comes true. So for me, it's both an honor to have been given the opportunity to address everyone on this very special occasion and have the opportunity to thank you for bringing the dream I had the day of your graduation in KG2, 12 years ago, towards reality. Although it would have been an even greater pleasure to see each of you in person and celebrate your achievement, I really am happy that I can convey my thanks on this occasion. It is very gratifying to see so many of you being recognized for your hard work and dedication over the past years. Education is something you will possess for life. The skills and knowledge you have acquired at Dubai International School will stay with you forever, positively affect your lives and giving you the ability to change the trajectory of your future. Keep learning
and play an active role both locally and globally, so that you become a global citizen with a global mindset. Help the world be more peaceful, tolerant, inclusive, and secure. Congratulations, you've done it. All the hard work has finally paid off, and you're all ready to take the next big step in life beyond high school. I wish you the best of luck in the next chapter of your life and hope you all accomplish great things. Congratulations to the class of 2023. God bless you all. This is your photo 12 years ago when you graduated with Madame Samar in KG2. She found it and she sent it to us with a voice note. So this is a very beautiful memory of all of you, the ones who were here in KG2. You were in the other room, the gym hall, with Ms. Samar, and you, she was the one with you in KG2. So congratulations. It's such a beautiful photo. من الجميل أن يصنع الإنسان هدفاً في حياته، والأجمل أن يثمر هذا الهدف تميزاً وتفوقاً. الآن نبقى مع كلمة الأولى على الدفعة، الطالبة ماسة السيروان من الصف الثاني عشر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين. يطيب لي اليوم أن أقف أمامكم لأعبر عن امتناني لمن أتاح لي الفرصة لألقي هذه الكلمة، فأبدأ بحمد الله على ما يسره لي، وأوجه تحيتي إلى الأهالي الكرام ومديرة المدرسة الدكتورة حليمة قاروت، والمعلمين والمعلمات الأفاضل، والطلبة الأعزاء. لكل حكاية عنوان، وأي عنوان سيعبر عن رحلة عمر قضينا فيها سنين من عمرنا، كنا فيها سندا لبعضنا البعض، وعائلة محبة وداعمة في كل الأوقات. على أرض هذه المدرسة قضيت أكثر من 10 سنوات من حياتي، فقابلت ألطف وأحن المعلمين والمعلمات، وتعرفت على صديقات العمر اللواتي سكن قلبي فأصبحن جزءا من دعائي. وعلى الرغم من أن كل منا سيسلك طريقا مختلفا عن الآخر، إلا أننا سنظل نحمل محبة بعضنا في قلوبنا مهما بعدت المسافات. على بوابة الوداع هذه أقف لأمثل المتفوقين والمتفوقات، فلست وحدي التي تفوقت، ولست وحدي التي جاهدت وثابرت، ولكنني قد أكون أكثر من ضحت براحتها في سبيل تحقيق حلم الطفولة، وأرجو أن أكون بذلك قد رددت شيئا من جميل والدي. ربما يفترض مني اليوم أن أتكلم عن خطوات النجاح، ولكن ما أنا إلا توفيق من الله تعالى، ودعوة أمي وجدتي التي لا تفارقني وكانت سرا في نجاحي، ورزق حلال أطعمني إياه أبي، وهمة نفخها بي معلمي، ودعم من عائلتي وصديقاتي، فما أنا إلا ثمرة حصادكم. ولكننا عادة ما نمدح الثمار وننسى من زرعها، فشكرا من أعماق قلبي لكل من كان سندا وداعما لي. أستحي أن أقف أمام من جباني وعلمني، وأن أدعي التفوق أمامهم، ولكن لعلي أشارككم بعضا مما تعلمته، ولعلي أوجه بعض النصائح إلى بنات جيلي. أستطيع أن أقول بأني واجهت بعض التحديات في هذا العام، ولكن بفضل الله تعالى
استطعت أن أثبت لنفسي أني أقوى مما أظن. ففي بعض الأحيان نخسر بعض الأشياء التي من المستحيل أن تعود، ولكننا لعلنا نرضى بالقدر كي نسير. كما تعلمت ولو بوقت متأخر أن أرتب أولوياتي، وربما من غير المتوقع أن أقول بأني تعلمت أن الدراسة لا ينبغي أن تكون من أول أولوياتنا أو في أول القائمة، بل النجاح الحقيقي يكون بالموازنة بين جميع نواحي الحياة وبعدم إهمال أنفسنا. فلا يعقل أن نضع الدراسة قبل الدين والعائلة والصحة. بالإضافة أطلب من أبناء جيلي أن لا يسمحوا لأحد أن يثبط من همتهم. فأذكر ذات يوم أن أحدا قد قال لي بأنني سأظلم نفسي ولن أحقق أهدافي، وبأن الأيام ستثبت لي ما يقول. فها هي الأيام قد أثبتت، وإن كنت قد ظلمت نفسي بوقوفي هنا اليوم وبتفوقي فما أجمل هذا الظلم. وإن كان قد قال ذلك ليحفزني فأنا لطالما كنت مجتهدة. كما كان تحفيز والدي وغرز فكرة أني متميزة مفتاح نجاحي أينما كنت. طارت الرحلة وها قد وصلنا إلى الختام، ولعل المستقبل يكون مشرقا لكل منا، فحظا موفقا لنا. شكرا للطالبة المميزة ماس السيروان. والآن مع كلمة الثاني على الدفعة والأول على قسم البنين الطالب مصطفى سلوان العبد الله. His Excellency Dr. Jum'a Khalfan Belhol, Chairman of Dubai International Private Schools, our Superintendent Dr. Halima Qarout, parents, guests, and most importantly, the graduates of 2023. Standing here in front of you, my fellow graduates, it's a true honor. And I, like many of you, still can't believe the fact that this is it. We are done. We are done from our 14-year journey. We are done from school, from the same daily routine every weekday. We are done from having to wake up on a strict schedule or following a set of rules, or needing to hide our phones away so we don't get them taken away by our amazing supervisors. And now we get to enter another couple thousand years suffering in university instead. But hey, at least we're done from school. As exciting as this day is, I am sure we will all miss school as we spend some of our most beautiful days at DIS, surrounded by our friends and lovely DIS teachers. Thank you to all our DIS teachers for always supporting us. Thank you for always being there and never giving up on us. And thank you for teaching us not just school lessons, but life lessons as well. And most importantly, we can't forget our amazing DIS management or our lovely superintendent, Dr. Halima Qarout. In school, we built bonds with friends that will never be broken. And in school, we created memories that will never be abandoned. But sadly today, we have to say goodbye to all these amazing moments. Goodbye to all my amazing senior teachers. Goodbye to my fellow graduates. Goodbye to my amazing class. And goodbye to DIS. Ending this chapter of our lives, we should look forward into entering our new chapter of lives, filled with passion, excitement, and eager to achieve goals and unbelievable places in our future. Lastly, I want to thank the people who were always there for me, those people who drove me to reach this point and always supported me. And without them, I know I would have not reached the point where I am right now. And these people are my family. To my beautiful sisters, my little sister Farah, my fellow DIS soldier that spent every single day of school with me, there to share all our DIS memories. And to my older sisters who always helped me when I needed help, thank you for always being there. Next, I want to thank my dad. Thank you for everything that you have done. Thank you for the support that you have provided me. And thank you for the opportunities that you have gifted me. And most importantly, I want to thank my mom. She, who was my true school. She is the person who guided me
and who gave me advice whenever I needed some. And she is the person who I love most. I love you so much, Mama, and I will never forget the sacrifices that you have given, not just for me, but for our whole family. You will forever be the person I respect and love most in this world, and I will never forget the efforts that you have put in for my success and graduation. I love you, Mama, so much. And finally now, graduates, finally, I can say that we have made it. We are done. Congratulations, seniors 2023. الآن سيقوم أوائل خريجي دفعة عام 2023 وهم ماسة السيروان ومصطفى سلوان بتسليم راية التفوق للدفعة القادمة عام 2024 وهم يارا عياش وزار الشحنة وجميل دكروب وسعد الحايك. إن للذكريات عبقا يفوح شذاه في كل مكان وهي الناقوس الذي يدق عالم النسيان. والآن مع فيديو لعرض ذكريات الخريجات. يا هلا بالحلم وينك من زمان، يا حلاتك وانت متحقق بدي، كان ما بيني وبينك امتحان، هانت ظروف وعدى كل شيء، عدى كل شيء. يا هلا بالحلم وينك من زمان، يا حلاتك وانت متحقق بدي، كان ما بيني وبينك امتحان، هانت ظروف وعدى كل شيء، عدى كل شيء. من نويتك وانت في بالي هدف، والسعي لك عمره ما يوم وقف، في حياتي ما تعودت الصدف، ما يخيب اصرار نابع من شغف. من نويتك وانت في بالي هدف، والسعي لك عمره ما يوم وقف، في حياتي ما تعودت الصدف، ما يخيب اصرار نابع من شغف. معدني بظروفي الصعبة يبان، جوهري في داخلي له نبض حي، قصتي بفعالي يكتبها الزمان، كان يا ما كان بصرارة قوي، بصرارة قوي. معدني بظروفي الصعبة يبان، جوهري في داخلي له نبض حي، قصتي بفعالي يكتبها الزمان، كان يا ما كان بصرارة قوي، بصرارة قوي. من نويتك وانت في بالي هدف، والسعي لك عمره ما يوم وقف، في حياتي ما تعودت الصدف، ما يخيب اصرار نابع من شغف. بنزرع أيام جمل ونحصد سنين، بنرسم البسمة وطن كل وقت وكل حين، خريجنا
أكبر مثل خططوا حاولوا وصلوا بكل فخر بينذكر 23 23. مهما تكوني بسرعي يا بجمل ونحصد سنين سيرته وبالأخص دفعته 23. يا هلا بالحلم وينك من زمان يا حلاتك وانت متحقق بدي كان ما بيني وبينك امتحان هانت ظروفه وعدى كل شيء عدى كل شيء من نويتك وانت في بالي هدف والسعي لك عمره ما يوم وقف حياتي ما تعودت صدف ما يخيب اصرار نابع من شغف من نويتك وانت في بالي هدف والسعي لك عمره ما يوم وقف في حياتي ما تعودت صدف ما يخيب اصرار نابع من شغف معدني بظروفي الصعبة يبان جوهري في داخلي له نبض حي قصتي بفعالي يكتبها الزمان كان يا ما كان بصرارة قوي بصرارة قوي معدني بظروفي الصعبة يبان جوهري في داخلي له نبض حي قصتي بفعالي يكتبها الزمان كان يا ما كان بصرارة قوي بصرارة قوي من نويتك وانت في بالي هدف والسعي لك عمره ما يوم وقف في حياتي ما تعودت الصدف ما يخيب اصرار نابع من شغف من نويتك وانت في بالي هدف والسعي لك عمره ما يوم وقف في حياتي ما تعودت لكل وطن سفير وخير سفير لمدرستنا أبناؤنا الطلاب. والآن مع كلمة الخريجات، الكلمة باللغة الإنجليزية للطالبة دارين نوفل 12 جي اي. His Excellency Dr. Jumaa Khalfan Bilhol, Chairman of Dubai International Private Schools, our Superintendent Dr. Halima Qaroot, parents, guests, and of course, the graduates of class 2023. I stand before you today on this memorable occasion as a friend, daughter, student, and most importantly, as part of the senior class of 2023 in Dubai International Private School. Our second home, which will now leave a memorable and unforgettable day for all of us. I am filled with a sense of happiness and great joy. My peers and I have put much effort in the last 14 years into being able to stand here today and accomplish a milestone none of us would have imagined achieving if it weren't from the support, patience, advice, and perseverance of our teachers. It was by no means an easy path, through which there were several times when we thought we would not reach the finish line. Nevertheless, those struggles only made this moment sweeter and made all our fears, long nights of study, disappear, turning them into a dream that has finally come true. Yesterday we started high school, today we have become graduates, and tomorrow we will become successful lawyers, doctors, engineers, and architects. First, I'd like to thank all the parents and guardians for putting up with us tonight. None of us would have come this far if it weren't for you. So thank you. You are the reason we stand here today, achieving an early milestone we have been dreaming of since kindergarten. You are the backbone behind this graduating class. And a special thank you to my father and sisters, Yasmin, Dina, and Diara, who have done everything in their hands to lead me to where I am today. I wouldn't be standing here and giving this speech if it weren't for them. And to my mother, I dedicate this milestone to you. Your memory will always be carried in my heart. Next, I would like to extend a sincere appreciation to our dearest teachers and educators
who have done nothing but an incredible job in helping us prepare for the future ahead of us, the future of now. You have given us unforgettable lessons, not only academic, but also ethical and academical, that will lead us to a successful life. And to my fellow seniors, we made it. The day we have been dreading this entire year has finally come. The days passed by so fast, yet we enjoyed every moment we had and took every chance and made it a memorable one. There were many ups and downs throughout this year, to say the least. But today, we are closing an unforgettable chapter and opening a new beginning. With this chapter closed, I am certain that many of us are already anxious about starting the next one. This graduation is our starting point to a journey full of new experiences and trials. Last but not least, on behalf of my colleagues, I would like to express an appreciation to Dr. Halima Qaroot for all her efforts and support in making our last year at school the best year it could possibly be. You made the impossible possible for us. We thank you from the bottom of our hearts. You've seen us grow and glow together. Once again, congratulations, class of 2023. May we go in different paths, but may we align again in time after, inshallah. شكرا دارين. والآن مع الكلمة باللغة العربية والطالبة هبة كمال 12GA. بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة الدكتور جمعة خلفان بالهول الموقر رئيس مجلس إدارة مدارس دبي الدولية الخاصة، مديرة مدرسة دبي الدولية الخاصة الدكتورة حليمة قاروط، أولياء أمور الخريجين الأفاضل، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لمن بواعث سعادتي أن أقف أمامكم في هذا اليوم المبارك لأتحدث إليكم بالنيابة عن زميلاتي الخريجات، ونحن نودع حقبة من تاريخ حياتنا بالحب والفخر والاعتزاز. بعد أن انتهى مشوار 12 عاماً عشتها وزميلاتي داخل مدرستنا، كنا بمثابة الأخوات نتناقش كثيراً، فلم يزدنا نقاشنا إلا قرباً، وفي بعض الأحيان كنا نختلف إلى أن اختلافنا لم يزدنا إلا حباً، فأصبحنا مثالاً يحتذى لكل جيل من الأجيال القادمة. فلكن مني أخواتي الخريجات جميعكن كل الاحترام والتقدير. أيها السادة الكرام، إنها لحظات حاسمة ومؤثرة نعيشها الآن، ونحن على باب طريق جديد ومرحلة جديدة في عالم الغد، ننظر بوجوه مشرقة إلى المستقبل. فمن التعب والجد لملمنا أدواتنا لرسم مستقبلنا بأيدينا، شاكرين كل من زودنا بتلك الأدوات. شكرا لحكامنا العظام حفظهم الله على رعايتهم لنا، شكرا لمديرتنا العزيزة، شكرا لمعلمينا ومعلماتنا، شكرا لكم جميعا على ما بذلتموه من جهود بناءة في سبيل تربية وتعليم أبنائكم الطلاب، فكنتم لنا نبراسا يهدينا إلى طريق الحق والرشاد. أقولها لكم وبكل فخر، زرعتم فحصدتم، فنعم الزرع ونعم الحصاد. ولا يمكنني أن أنسى أن أطبع قبلة احترام وتقدير على جبين كل أب وأم بذلاء الصبر والجهد من أجل تلك اللحظة الحاسمة، فكان كل همهما أن يبصرا الابتسامة جلية على شفاه أبنائهم مهما تكبدوا وعانوا من آلام، فكانت آلامهم ثمنا يرونه زهيدا من أجل راحة وإسعاد أبنائهم. فهنيئا لكم نجاح أبنائكم. أهدي تخرجي هذا وثمرة جهدي وفرحتي التي أنتظرها طوال حياتي إلى من تربيت على يديه، ومن علمني القيم والمبادئ، إلى من لا ينفصل اسمي عن اسمه أبدا، إلى مصدر الدعم والعطاء أبي الغالي، وإلى الصدر الدافئ الحنون، إلى من لا أجد لها كلمات تعبر عنها أو توفيها حقها، إلى أمي الغالية. أخواتي الخريجات، نحن اليوم نتقلد وسام التخرج ونتأهب إلى مرحلة جديدة من حياتنا. علينا أن نتحمل المسؤولية، ومعها بكل تأكيد تكبر الآمال ويرتفع سقف التوقعات. فثابرن بعزم وإصرار وإيمان. إذا تعثرتم، انهضوا بعزيمة وتصميم على النجاح. دعونا نقطع على أنفسنا عهداً أن نكون على قدر هذه المسؤولية، وأن نكون مخلصات لديننا ووطننا، وأن نبذل أرواحنا وأقلامنا وفكرنا لبلادنا لكي نرتقي بها إلى أسمى المراتب. طاعة
طاب مساءكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للطالبة هبة. إن التميز في العمل والعطاء يلقى كل التقدير والتكريم، وبناء على رؤية القيادة المدرسية لبناء ثقافة مؤسسية محفزة للموظفين ليظل التكريم محفزا على إطلاق القدرات الإبداعية والتفاني في العمل، ارتأت قيادة المدرسة أن تكرم مجموعة من الشخصيات ساهمت في تطوير وتأسيس مدرستنا دبي الدولية الخاصة، فأطلقت مبادرة تحمل دروع التميز باسم هؤلاء الرواد. السيد صلاح شرارة عن فئة التميز في البحث العلمي، السيد عصام الغسين يمنح درع التميز للطالب أو الطالبة عن فئة التميز في الرياضيات، السيدة سمر هلال أبو الحسن يمنح درع التميز للطالب أو الطالبة للتميز في اللغة الإنجليزية، السيد عبد السلام بيطار يمنح درع التميز للطالب أو الطالبة المتميز في الاختبارات الدولية، السيدة ندى منيمنا رحمه الله يمنح درع التميز للطالب أو الطالبة المتميزة في اللغة العربية، السيد بسام رضوان يمنح درع التميز للطالب أو الطالبة المتميز في فئة العلوم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وانطلاقا من تلك الآية الكريمة، فقد حانت لحظة الحصاد بعد موسم طويل من الجد والاجتهاد، والآن مع توزيع شهادات الخريجين. أدعو الدكتورة حليمة قاروت مديرة المدرسة للصعود إلى المسرح لتوزيع الشهادات، والدكتور أكرم زيعور مدير مدرسة دبي الدولية فرع الجوز، والمستشار يوسف المطوع النائب العام المساعد، والسيد محمد جمعة خلفان بالهول لتوزيع الشهادات على الخريجات، فليتفضلوا إلى المسرح. Start with grade 12 GA. عفرة حماد سعيد بوحماد الفلاسي. عائشة علي دوست علي دوست. عائشة علي دوست علي دوست. جمعة أحمد بن درويش الفلاتي كوم لاودي. Thank you.
الأمل علاء الدين محمد خير بشايري ماجنا كوم لاودي. دارين بسام عبد الكريم نوفل ثمكم لودي. حنان منصور مدني. هبة جمال عبد الرحمن الشريح ثمكم لودي. هند عبد السلام أحمد يوسف الرحماني ثمكم لودي. Recipient of صلاح شرارة's Award for Excellence in Academic Research. هند يوسف حسن محمد المطوع. حصة سيف عبد الله محمد أهلي Recipient of صلاح شرارة's Award for Excellence in Academic Research. هبة كمال منصور الجرباني ماجنا كوم لاودي. Thank you.
جنة وائل محمد رضا سعد سيد أحمد. جاسمين ياسر خضر ماجنا كوم لاودي. جود أحمد مروان محمد شعد ثمكم لودي. خولة فادي قاسم فادي قاسم كوم لودي. خلود عاصم أبو كرنيب. لامار باسل نزار جودة ثمكم لودي. لانا علاء يوسف التكروري التميمي. لطيفة محمد أحمد غياث. لجين موفق عبد الخالق يحيى ثمكم لودي. recipient of بسام رادوان science achievement award.
مها وليد حسن محمد. مريم أسعد. ميرا محمد الصادق ثم كوم لاودي. ندى بايرلي ثم كوم لاودي. صالح العريدي ماجنا كوم لاودي. نجية سالم عبد الفتاح الوسيع. راشين شاهين روشان جورشاري. ريام صاحب علي محمد الحبشي. سالي أسامة عفيف العلوي ثم كوم لاودي.
دولين خليل إبراهيم القطب. And now with grade 12 GB. عليا سعيد عيسى بالنشوق السويدي كوم لاودي. أحمد محمود العبيدي. عبد العظيم حسن رضوان ثم كوم لاودي حائزة على جائزة ندى منيمني للأداء المتميز في اللغة العربية. دانا سامي مفيد شلبي. إيمان عبد الله حسن درويش البلوشي. إيمان عبد الله حسن درويش البلوشي ثم كوم لاودي. فاطمة بلال جمعة بلال بالحقابة.
حليمة حكيم جلالي زادة. هبة عمر كرامة سعيد جوبان. والآن يسعدني أن أدعو الأستاذ عبد السلام بيطار رئيس قسم شؤون الطلاب الأكاديمية لتقديم جائزته عن فئة التميز في الاختبارات الدولية. جمانة يعرب عصام سكنيني ثم كوم لاودي. Recipient of عصام الغسينز Award for Distinction in Mathematics. Recipient of عبد السلام بيتارز Award for Highest Attainment in External Examination. And just yesterday, the Ministry of Education honored Jumana for her high score in math MSAT. Congratulations, Jumana. لولو إبراهيم سيف عبد الله الشامسي ثم كوم لاودي. ملاك بشير الحسن ثم كوم لاودي. Recipient of سمر أبو الحسن's Award for Distinction in English Language Arts. مريم خالد عباد بخيت السويدي. مريم سعيد عبد الله بن تويس سويدي ثم كوم لاودي.
مريم سامر حسن صلاحات ماجنا كوم لاودي. ماسا محمد السروان ثم كوم لاودي فاليديكتوريان كلاس اوف 2023. ميرا عبد الله محمد صالح الجسمي ماجنا كوم لاودي. ميرا علي عبد الله محمد شريف العلي كوم لاودي. روضة حسن طالب بن طالب المري. سلامة عبد الرحمن عبد الله يوسف الجمزي كوم لاودي. سلامة ماجد محمد راشد البوفلاسة. سارة محمود علي نقي الزرعوني كوم لاودي.
شقائق علي رضا عالمي ثم كوم لودي. شمع مبارك إبراهيم مبارك الفلاسي. شمسة خالد عبد الرحيم علي الوري. عبد الرحمن العابد ثم كوم لودي. تالا أشرف عبدالله العبورة ثم كوم لودي. زينة محمد طيارة كوم لودي. أي روعة أجمل من تلك الروعة، وأي فرحة أجمل من تلك الفرحة. والآن نبقى وإياكم لنرسم بسمة في صورة مشرقة مع الخريجات، وأخذ صورة تذكارية مع الخريجات. فالآن فليتفضل الخريجات لأخذ صورة تذكارية على المسرح.
أدعو سعادة الدكتور جمعة خلفان بالهول المحترم رئيس مجلس إدارة مدارس دبي الدولية الخاصة، والسيدة الدكتورة حليمة قارود مديرة مدرسة دبي الدولية فرع القارود، والأستاذ أكرم زيعور مدير مدرسة دبي فرع الدولية فرع الجوز، والأستاذ محمد جمعة خلفان بالهول لأخذ والتقاط صور التذكارية مع الطالبات. Announce to you the graduating class of 2023. Congratulations, girls! مبروك مبروك يا حياة قلبي مبروك 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 يا حياة قلبي مبروك هالفرحة